المقادير عبارة عن كوباية ونص من الدقيق الأبيض، تفاحة أو اتنين متقشرين ومبشورين، كوباية ونص من اللبن، بيضتين، تلت كوباية من الزبدة، 2.5 معلقة من البيكنج باودر، معلقة من القرفة، ومكعبات زبدة وعسل للتقديم. هنعمل ايه؟ هاخد هنا، مستعجلة ليه؟ اصبري هقولك. هناخد هنا البيض، بس حادثة. طيب تعالوا هنا، هعمل ببيضة واحدة ولا يهمني. هنعمل، هحط البيض وهاخد عليه القرفة. أنا مش حاطة هنا فانيليا، فهحط القرفة على البيض على طول. هحط في الخلاط البيض مع القرفة، وهحط معاهم اللبن زي ما عملنا في اللي فات بالظبط، وهحط التفاح، وبعدين المقادير الجافة كلها على بعض. هحط معاه اللبن، واللبن ما بنزلوش كله زي ما احنا متعودين. هحط معاه التفاح، واللي ما بيحبش القرفة هيحط فانيليا. هحط على الدقيق بيكنج باودر والزبدة، وهحطهم على المقادير هنا، واضرب لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه.